حكمني شغل زعما شي واش درت وحكمني متلبسه. كرهت الدار وكرهت لاروتين. واش راك حاب تقول؟ لو كان جاو عندنا الدراري عمروا علينا الدار. وما تنساش بلي هاد الشجره باباك اللي علمك تغرسها. كنتي غير تجي من القرايه تخرجي معايا بلا ما تحسي بلايا. هذيك بكري على خاطر حليمه جامي تقبل وليدها يدور مع واحد كيما انت. على وش بي انا بصراحه؟ انا حاب نعرف شكون انت بالضبط. انا يسموني خالد، المرحوم سالم كان عمي. يا عمري وليدي عندي وليد عمو. حتى دوكا راك مشغول وكي تدخل الدار تلعب غير مع سامي وعبد الله. مهدي ما عندوش ديما باباه فوق راسه، الحاجه اللي يديرها ما تعجبوش، يحب يرجع روبو ويمشي تحت اوامره. ديما محسو باللي هو فاشل وضايع وما يصلح لوالو. كنت ربينا كيما تربت ماما. علاه؟ ما نعرف، كي تجي سقسيها. مالو تليفونك رشيد؟ راني من الصباح ونعيط لك. انا على بالك غير كي نكمل الخدمه نطفاه. ورانيا على ما فتش تجيبها. لا نسيتها. سامعليش راهي بدار خالها خليها تبدلت. لا لازم تجيبها، وعدتها رشيد. ما وعدتهاش؟ قلت لها نجي. واش فيها خير راهي بدار خالها؟ ولا قلقت عليها؟ توحشتيها. الو الو وي رانيا، التليفون تاع بابا مغلوق في الدار. ايه راه هنا. ياك تعرفي باباك يطفي تليفونه كي يدخل للدار. وعلاش ما جاش يديني؟ ما تقلقيش عليه، هذا وين قال لي دوك نفوت نجيب رانيا. جا برك يدي واحد الوراق ودوك يفوت عليك. خلاص مالا قول له يجي يديني. هاي صح. لقي جيبها. تيماجيني طاطا كاع هادشي اللي صرا وحط في بالو بلي راني جاي على جال الفيلا والحطه. اسامه وليدي راك كيما مهدي، صح انا ما نقدرش نشجعك باش تخرج من دار والديك. على كل حال طاطا انا مش هنطول عندك بزاف. فهم قصدي، انا نحبك وخديجة اختي وعزيزة عليا، واللي بكي هاي بكيني. انت تظني بلي انا نحب نبكيها ولا حتى نزعف بابا؟ بصح الله غالب، هو ما حبش يفهمني. الحاجة اللي نديرها ما تعجبوش بصراحة، ما رانيش عارف واش حاب يدير مني. ايه هاك تعرفو، هذه هي عقليته. تحنى ماشي هذه هي عقليتي. ما فهمتش مادام ما رانيش في طريق الغلط، علاه ديما يلوم فيا؟ ما تنساش باباك جوز حياته كامل في الشرطه، وحالات الشباب اللي شافهم وجازوا على يديه غير ربي اللي يعلم بهم. بصح هو على باله بلي انا ماشي كيما هما. راهو خايف عليك، هادو هما الوالدين يديروا هكا على خاطر يحبوا ولادهم. خلاص راح ريح مع اخوك كي يوجد العشاء نعيط لكم. صباح الخير سليمة. صباح الخير فاطمة. رقدتي مليح؟ شويه. وانت رقدتي مليح؟
عادل في الشومبرا تاعو. عادل خرج صباح بكري راح للسيباغ. على قد الساعه خرج على 7:30. حبيت نقول له ما تروحش بصح ما سمعليش. دوكا غنوطيني بك فاطمه ولا علاش نوضك؟ على بالي بلي راح تخليه يروح. رشيد شافو تلاقى به صباح بصح رشيد خرج قبل منه. فاطمه على بالك بلي وليدك البارح سهر الليل كامل في سيبا نهار الصباح عاود ولا لتما ما عنده ما يدير في الدار وزيد نخدم باش ندخل اونيكو بريفي هكا باش ينسى السيبر. فاطمه المشكل ماروش في السيبر المشكل راه في وليدك وقلتي له باش تدخليه ليكول بصح هو ما حبش ياك. الخير عليكم. أسقسيتيني شو علاش راني هنا؟ على بالك اليوم بدات لا رتلة تاعي راح تعودي تشوفيني صباح وعشية. واش بيك؟ سمعتي براورتات ما شفتش الحال حسن ما راني نشوف راكي مقلقة. على بالك واش راه مزعفني احمد؟ واش هاد الكلام مع البنات؟ وعلاش بابانا ما رباناش؟ راني فهمتك هنا صح عندك الحق راني غلط اسمحي لي. لا المهم معليش هذا الكلام شي واحد اخر ومبا نتفاهموا عليه بصح الشي اللي راه مقلقني احمد وليدك. وليدك راه مقلقني بزاف لازم تلقى حل. كيما نلقى حل؟ واش راكي تقصدي؟ حبي يقول انا الغلط. مانيش نقول لك انت الغلط احمد. ايه ما نوال بصح انت الكبير انت العاقل ساعف وليدك عندك ولد واحد احمد. انا وليدي لازم يرجع للدار على بالي حليمة ما تسمحش فيه بصح وليدي لازم يولي. والله غير هادي غير مليحة قتلهم الرقدو. واش حبيتي نطيح بروحي ونروح نحلل السيخونة ونبوس الوراس وهكذا؟ حاشا مانيش نقول لك قضية ضعف ولا قوي ولا بصح هو موش من جيلك الجيل تاعك وتاعو ماشي كيف كيف. مثلا ما تقولوش البس واش تحب نتايا ولا تخيل له صحابه حاول تفهمه. صح كي راكي تهضري على الجيل جيلو وجيل مهدي ماشي كيف كيف وعلى ماشي كيما هو. هانا وصلنا للكلام اللي خرج العقل ما نحبش تقارنوه بمهدي كل واحد وعقليته. على بالي باللي مهدي فيه صواب وليدك تاني وصلته حتى قالك مهدي ما عندوش باباه اللي يوقفوا عند راسه. اسمعي شوفي انا نقولك حاجه انا مانيش رايح نتبدل. الانسان اللي الوحيد اللي يتبدل في الدار هادي هو. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ انا ما فهمتش فهمني. ما لباليش انا براسو يبدل طبيعو. مثلا مثلا ما على باليش كلش يشوف المسؤوليه نتاعو ماذا بيا انا يكون راجل يكون في حل. وعلاش وليدك واش خصو؟ ايه واش خصو؟ اسمعي لالا واحد اللي تبع لا موضة والتليفون يضل في ودنو والغناء والخرجات مع صحابو هذه ما تخرجوش وما يوليش في حل. واش حبيتو يلبس احمد؟ حبيتو يلبس اللبسات تاعك؟ انت بكري كان عندك صاحبك واحد هو رشيد كنتو تظلوا مع بعض في الخدمه وشكون شافكم شاكو ديروا في الخدمه؟ بابا كان يعس فيك. مازال كيزيدي تقولي راني غلط. يا احمد راني نقول لك انت اللي راك عاقل وشوف الطفل يا اخي دخلتو يقرا واش حبيت انت وراه طايعنا الحمد لله واش خصو وناجح في قرايته.
راني نقول لك لازم يبدل طبايعو، فهمتي؟ انا ما نهدرش معاك خير، المهم ما نسمحش في وليدي، انا نروح نشوف. يا وما تروحيش تشوفيه وما تروحيش تجيبيه ونشوفوا وراه ورايح بها، فهمتي؟ ما نخليهش، انا وليدي على بالي باللي يحشم وما يقدرش يقعد بزاف عند حليمه. يا ودي قلت لك ما تروحيش تجيبيه، يجي وحده. او صباح الخير. وين بيها هكذا؟ الخدمة، وين حبيتني نروح؟ ما طوليش ها؟ سلف لي طوموبيل تاعك نجيب كري، ياك عندي بيرمي. فوالا، هذا واش خصنا؟ قلت سمعي، طوموبيل ديريها وحدك يا لالا، درهم كورة ما يروحو، ها؟ غير في اللبسة والريحة والشي اللي ما عنده حتى صلاح. هاي، هضري دوكا انت معاهم هذوما وتفهمي معاهم. واش دا لا ريتريت؟ ايه تسمى دوك يقعد هكا يعس فينا نهار كامل. واش عن بالك؟ كي كان يخدم كنت ديري واش حلالك؟ باباك يبقى يعس فيك واللي يخفى عليه راني هنا. اقعدي تشربي يا حليبك. ما نشربش اختي. واقيلا راكي ديري في الريجيم. اسمعي، احنا بكري كانوا الناس والبنات يحوسوا على السمانه. ماما ياك قلت لك وقتكم حاجه وقتنا سي اوتر شوز. وقيلا قعدتي نهار مع بابا وليتي كيما هو. باي باي. وقيلا صح وليت كيما هو. هو بصح لالا، انا عارفه انا اللي عندي الحق. علاه ما بدوش من الاول؟ انا سلم عمره ولا حكالي عليكم؟ حتى انا ما فهمتش علاه. بالك قطع علاقته مع بابا الله يرحمه، وزيد ما كاش عنده اخو واحد اخر، كان مشغول بزاف في لوزين ومسانه. بابا عاش حياته كامله في الخارج، راح هو ويما كي كانوا صغار بعد زواجه، حتى انا زدت تماك، وكي توفى إما ديسيدات باش تعاود تولي للدار يعني للبلاد، وأنا رجعت معاها. ودركا راكم عايشين في البلاد؟ كنا عايشين في دار خالي اللي هو كان يقرا تانيك في الخارج، وكي توفات يما الله يرحمها خالي رجع للبلاد وباع الدار وجا العاصمة لهنا وراني عايش معاه. يظهر لي عانيت بزاف في حياتك. هذا هو مكتوب ربي. ويقول لك عايش في الخارج يتقولي له عانت. انت في رايك باللي المعيشه في الخارج سهله؟ سهله ولا صعيبه؟ درت فيها ريزيدونس غدوه نهار تحب تعاود تولي تولي، وانا ما رانيش ناوي نرجع. داكشي شغلك. مرحبا بك في بلادك وفي وسط عائلتك. الله يسلمك. مهدي على ما جاش معك؟ يقرا. حكيتي له عليا؟ لا لا مازال. علاه؟ حبيت نشوفك ومتاكد. من واش؟ على بالك مهدي ما يعرف حتى واحد من عائله باباه، وتاني مازال عنده امل بها. ما تقلقش، مازال وقت. انت عارفه على بعضنا مليح مليح. صح، مازال كاين الوقت. انا ما نعرف حتى واحد من عائله بابا، عندي غير خالي. على بالي مهدي كيشوف كيف راح. خلاص اليوم تعشاو كيف كيف. ماشي اليوم، مهدي معروض عندنا العشاء. ما قاليش؟ ما انا ما كنتش على بالي. تليفونات لي ما قالت لي اني عرفت مهدي، ومن بعد نعيط لحليمه وكما ردين بين زوج. خلاص مالا غدوه ان شاء الله. ماشي غدوه، غير غدوه.
ولا رانا ماذا بيا نتلاقى مع مهدي ونربط علاقتي معه. راني محتاج الله فغاني، عندي غير خالي وكاش ما يصرالو بعيد الشر. بعيد الشر نبقى وحدي في الحياة. بعيد الشر اسمعوا، انا عندي خدمة تقدر تروح عيط لي نوصلك عند حاليا. معليش تقدر تخلي لي لادريس روح وحدي. الله يسامحك. معليش نروح مع المدام، شفتك مقبيك هبطتي من الطوموبيل. ايه المدام مشغولة مازال ما طلع. تخدمي هنا؟ ما تنساش. تفضل. تشرفي المدام. شرف لينا. على خير. انا نتلاقاو. شنو هاد الحكاية تاع العشاء مع ربيعة؟ ما كاينش عشاء دا ربيعة ني والو، درتها بالعيني باش نربح الوقت نعرف شكون السيد هذا. او انتي تعرضيه ديراكت لدارك وما نعرفو شكون. خصنا نعيط الحاكم ديجا. حكيم شنو هذاك السيد اللي خرج من عندي؟ خو وليد خو سالم كيما راه يقول هو. جبنا عليه شوية معلومات. هذا صح ماشي هكذا خير، ما نعرفو شكون هذا. انت تمتم رايحه تعرضه. داكوغ ما لحتى شهر الجاي يا اخي. معليش معليش نستنى. ايه والبيرو كيفاش المكتب؟ اه اي سي بون. اي داكوغ اي صح اخويا صح. سلامه صح. وعاد مازال ولا قد عاد الفطر وعاود القد. سي خونا راهو زعفان. علاش؟ على خاطر السيدة ما حلش وانا مدابي وقعدها كمغلوق. وعادل ديما رقد وزعفان، هذا هو الحل اللي لقيتيه. مليح. الخير عليكم. بونجور مافي. رانيا بنتي تعيشي، لو كاريت دي معك عاد شويه يحوس. اه لا لا، المرة اللي فاتت ديته ما عجباتو حتى حاجة وزربني. معليش هذيك المرة ما كاش موالف، بصح دوكا والفكم شوية. تعيشي بنتي. عمتو راني عيانة، الخطرة جاية ولا غنديح. برومي يا أخي. برومي. صح بنتي. عندك بزاف ما رحتيش عند خالك؟ لا لا، السمانة اللي فاتت كنت عندو. بصح كنتي تحبي تباتي عندو، وعندك سنين ما رحتيش تباتي. حتى نتوما قلقتكم في الدار. أنا تاني. وهذا تاني واحد آخر شكون؟ شبيك رانيا؟ دار عيب عليك، عيب عليك معاملتك مع كنزة. انا كنت جيت بلاصتها والله ما سامح لك. فاطمه راكي تشوفي بعينك، ما رانيش نكذب. بصح حاجه ما فهمتهاش، على حساب واش كنتي تحكي في التليفون؟ العلاقه تاعكم كانت مليحه. هذيك قبل ما تبان على حقيقتها. انا ما فهمتش علاه زعفتي من ليزاد سامي. انا على بالي واش كاين. هي كي شافتو حلو زين قاعده تزيد له في دراري، ما شتيش كيفاش فرحت كي جابت سامي؟ ايه واش معناتها هادي؟ معناتها راهي تغمو بدراري باش تضمن مستقبلها ومكانتها وحقها. حتى بلا الولاد كنزه بلاصتها كانت مضمونه، كامل نحبوها. مالا خلاص نجحت الخطه ديالها. ما شتيش كيفاش بابا كان يحوس عليا وعلى ريما؟ دوك عيط لها غير ليها. وانتيا ماشي كان يحوس عليك؟ وملي يدخل هو سامي وعبد الله. ما فهمتش واش حبيت يدير؟ يقعد يقصر معنا في التليفون. هاني يا بنتي بصح سي نورمال، هادو سي دي بيبي بساكن صغار، سي نورمال يحوس عليهم. انت كبيره الله يبارك وليتي عروسه. اون بليس سانا واش راني نشوف؟ رشيد ماشي قاعد مع ولادو بزاف. واش بك هانيا؟ على بالك كان يشوف فيك شوط فلا صغير تهضر. ايه واش بك؟ راكي بقرايتك بالدبلوم تاعك ديجا قويش راكي دايره في الدار. اه روحي تخدمي، حوسي على خدمه. على بالي وعلاش بابا ماشي يحبني.
نزيد نقول لك حاجه، عندي الحق واش قلت لك المره اللي فاتت. علاش واش قالت لك؟ والو. عندهم حق القول اللي قالوا العائله كي تكبر المشاكل كبروا معاهم. انا ما فهمتكمش. بس لاباس الحمد لله. مرحبا بك جوزة، نستناو فيك. تفضل جوز. بخير عليك. بخيرك. أو جا وليد عمي. واش راك؟ لاباس. واش راك؟ لاباس. فيا فيك. أول خطرة نشوف واحد مع عائلتي. شرف ليا الكبير نتعرف عليكم. مرحبا بك في عائلتك الجديدة. ودير في بالك بلي راك واحد منا. هذا ما يكون غير أسامة وليد خالته وكيما أخوه. الله يبارك. مرحبا بك. الله يسلمك. سلام عليك. لاباس؟ حالي معاك في الصالون ولا في الكوزينة؟ نعم في الصالون جوز. مرحبا بالعشاء. مرحبا بك. واش خالد؟ واش راك؟ صافا؟ لاباس. لاباس الحمد لله. وانا نسيتني؟ لا نسيتكش. كاش عشاء ولا؟ كاين. ايه هذا خالد وليد عمي. نعرف، كان عندي شرف وتلاقيت به في البيرو. كاش نهار نروحو للبلاد نشوفو نزاد بابا وكبر. عم يقولوا ما بقى والو في البلاد، باعوا كاع الارض دخلوا للجزائر باش يعيشوا في العاصمه. معليش يا لو كان نشوفها من بعد. انا راح الكوزينه نشوف واش وجدتنا، وكي نرجع حابه نعرف كل شيء عليك. ومهدي تاني حاب يعرف اي حاجه عندها علاقه بباباه. سمحوا لي. هذا كيما كونوش ناس. مش عاجبك؟ على باليش يا خي. انا باك انا كي ما يعجبنيش واحد يبان عليا من الاول ما نقدرش نخبي. قل لي خالك دائما هكذا؟ عندك واش مشكل في الخدمه؟ الشركه هو اللي حاكمها على اسمه. هو سيرها برك. على ما تسيرهاش انت. انا ني مع القرايه وتاني مازالني صغير. علاش لا؟ يجي نهار وين ترجع لك. هذا ملكك. على بالي بلي ملكي بصح جامي خممت في هاد الشيء. اما اللي بدات تخمم في هاد الشيء. تقدر تفهمني علاه؟ مانيش عارف ما ارتحتلوش. نقول ليش راك خايف لو كان يدخل يخدم في المصنع؟ واش لا ترى هادي حنين اكيد داري في بالك بلي انا خايف منو يديري بلاصتي. الا قدر يديها غير يديها الله يسهل حتى انا عييت. ولا انتي بك المفاتيح دوك نعطيهم لك. ايه على شكل لا خويا ماكش فاهم كاع واش راني حابه نقول لك. انتي هضرتي وانا سمعت. انت تسكت. انا نروح ولا هضر لك على الفاتح تاع لوزين قول يجي يديه مخت ما يحب. خلاص غلط سامحنيش. ما نسمحش. هضرتي كثر من هكذا كل خطره هكذا. دبر راسك خمي واش حبيتي. باش نقول لك حاجه، انا السيد هذا ما راهوش عاجبني وهادي في مصلحتك ومصلحه مهدي. على خير. Thank you.
تعرفتوا على بعضكم ومازال تعرف على باقي العائله نهار لانيفيرسير تاعي. تقدر تقول خالك يجي معك. ما شكيتش يوافق بصح نقول له. وي جوز جيت. أتصور مع من تلاقيت؟ مع من؟ ما تصورش شكون؟ مادام حليمة. وكيفاش لقيتها؟ قلت لك نلقاها ولقيتها. كان تشوف شحال شابة صغيرة وحطة. وتلاقيت حتى مع مهدي السي مهدي. ديك الفيلا ودوك السيارات كاع ماركة. داك المصنع الله يرحمك يا عمي عندك ما خليت. عندك شحال وانت تحوس عليه ها راك لقيتهم. ومن بعد دوك نبدا ندير الخطة تاعي. واش من خطة يا خالد واش من خطة؟ نسترجع حق بابا حقي. مازالت هاد الفكرة تدور في بالك؟ وما رانيش ناوي نتخلى عليها. قلت لك شحال من مرة سالم ما خداش حق باباك. باباك هو اللي باله وانا شاهد. صح كنت صغير بصح نتذكر نهار باع حقه وارضي ماكل سالم باهي يروح يعيش في الخارج هو واختي. سالم كان ماشي مزوج بصح كان رايو صالح. حاول يقنعهم باش يقعدوا هنا لكن صغرهم غرهم. وماشي من حقك اليوم تتهمو انه خدا حق باباك. واستغل الفرصة وباع له حقه بسومة رخيصة وباع كلش في البلاد وفتح مصنع. ما ظنيتش بهذوك الدراهم يكون فتح هذاك المصنع كيما راك تقول. هما ولا ماشي هما ما نظنش يوصل اللي وصل ليه ويخلي السيده حليمه وليدها يتنعموا في هذاك الخير. شوف دير في بالك باللي ما نخليكش تضر عائل سالم. صح انا ما نعرفوش مليح كي كان جاري بكري انا كنت صغير بصح نسمع الناس يهضروا فيه غير الخير. ومن النهار اللي راح من البلاد ما شفتش جدو. وما دام تقول ان زوجته وليده ناس رايعين اكيد مشاو على سيرته. المهم عرضتني سيده حليمه لعيد ميلاد وليدها مهدي ولازم تجي معايا. ما نجيش معك. لازم تجي معايا راني حكيت لهم عليك ولازم يعرفوا بلي راني مستقر في حياتي ومشي بحثي عليهم هو الهدف. ما نقدرش نجي معك عندي خدمه لازم نكملها وزيد ما نقدرش نجي معاك وانت عندك هذاك الموقف منها. وعدتهم بلي لازم تجي معايا. يعيشك يا خالي لازم تجي. نجي معاك بصح راني نحذرك راك تعرف موقف تاعي من الموضوع. ما تقلقش روحك وراني متاكد بلي تعجبك مدام حليمه. رانيا لازم نحكي معك. علاش؟ على كنزة؟ لا مش على كنزة.
عليك وعليا انا. عم بالك انا اللي حكيت لرشيد الموضوع تاع لي فران، وانا نقدر ندير حاجه كيما هذه. ما انا علاش وزعفان عليا؟ رشيد لو كان على باله بالموضوع هو يجي يحكي معاك. بالك انت تقولي له ما يهدرش. خسر عليك، راح عقلك بعيد يا رانيا، وجاب لي ربي سوء ظنك ماروش غير في كنزه فيا انا تاني. خلاص نسي هاد السوجي، وما دابيك تبدي تصرفاتك مع كنزه يعيشك. مازال كيف جهتها ولات الهضره معاك في الموضوع بالذات كيما هذا صعيب. نقول لك حاجه، بيناتكم دبري راسك. عندك الحق، بيناتنا. ونقول لك حاجه، والله العظيم غير كره لها حياتها. عم بالها واقيل بابا يقعد لها وحدها، واذا انت قدرت تجوزها لكم وتلعبها عليكم مسكينه وعاقله، انا نعرفها قبل منكم وعلى بالي شو يدور في بالها.